أهلا بكم أصدقائي بحلقة جديدة من بلودبورن. اليوم أصدقائي راح أراويكم أماكن الأمبيليكا كورد. عندنا أول مكان هذا كاتدرال وورد، تتحركون منها. طبعا الأمبيليكا كورد هي موجودة ثلاثة، تأخذوها حتى تحصلون النهاية السعيدة. طبعا تأخذوها قبل ما تقاتلون جيرمن، حتى من يجي الوحش القمر القرمزي تقدرون تقاتلوا. فهسه خليكم وياي حراويكم اول وحده وين موجوده. طبعا هي اول وحده تحصلوها، يعني شيء اساسي باللعبه لما تقاتلون مارجو ويت نيرس، هذا زعيم اساسي باللعبه، يعني لازم تقاتلوه. من تقاتلوه راح تحصلون اول وحده. وثاني وحده هذا المكان بعد تنزلون منه، مكان شويه سري تنزلون منه. الفكرة هنا أنا لازم تنزلون نزلة صحيحة، ولازم يكون الهيلث مالتكم كامل أو شبه كامل. باعوا هسه منه بالضبط، انزل باعوا بعد يطرح من دمي، ناخذ هيلث شوية ونرجع ننزل بالخشبة جواها بالضبط. انتبهوا على هاي التفاصيل، تلقون هاي الباب بيضة أو شي، نفتح الباب وهنا راح تلقون القطعة الثانية الامبريكا كورد. باعوا اباندون اولد وركشوب، يشبه الهانتر دريم بس مثل ما تقولون الجانب الواقعي من الهانتر دريم. باعوا تلقون اكثر من شيء مهم هنا، بس اول شيء خراويكم الامبريكا كورد وين تلقوها بالضبط. باعوا اللايت لامب تسيفا، يعني تجون شو كنت يعجبكم. اها ثيرد امبريكا كورد، طاعوا اولد هانتر، هذا الشيء كلش مهم، هذا يعتبر سحر. خلنا نفتح الصندوق. هاي ملابس الدول. طبعا هذا السحر يخليكم متسوون دوج، يصيرون كلش سريعين شبه تختفون، فهذا الشيء كلش مهم. تمام هسه نكمل نشوف شنو بعد اكو. تفقد المكان، اكو طبعا هنا أنا. لا مو هنا، بعد ماكو شيء منها بالضبط. اي هنا هاي تطوها للدول بالهانتر دريم. باعوا هسه ما قشي، باعوا هاي اللعابه نفسها الموجوده، بس هاي اللعابه مجرد لعابه مو اكثر. هسه نرجع للهانتر دريم. هسه رجعنا للهانتر دريم. هسه هذا اللي لكم على مكان القطعه الاخيره وين بالضبط. طبعا هاي المكان لازم تروحون اول شيء الفوربيدن وود ودخلهم مختصر، مكان مختصر اللي تاخذون منه الدعوة لقلعة كينهرست. يلا تقدرون تفتحون هذا الباب. طبعا هذا اللايت لامب اسمه لوسفيكا كلينيك. هسه خليكم وياي حدليكم على مكانها بالضبط. تصعدون منها على الدرج، تفتحون هذا الباب، نكمل طريقنا من منه. نفتح هذا الباب، تمام، نكمل قبل بعد قدام، ونوصل اكو ممر على اليمنى. اها بالضبط هذا هو الممر، نكمل قدام وراح نلقى هاي اللي دسوا عليه نفسه. نصعد فوق بعد اول شيء، لحظه نصعد فوق او نصعدون درج على اليمنى وتاخذون قبل، راح تلقون هاي اللي مسوي على نفسه تجارب تبدوها وراح تحصلون الثيرد امبيليكا كورد الأخيرة. هسه أصدقائي نرجع للهانتر دريم والماشة اللي لقيناها خاصة بليدي ماريا، نروح حتى نعطيها. What is this? I can't remember. Not a thing, only I feel a yearning, something I never felt before. What's happening to me? Tell me, Hunter. Could this be joy? تمام أصدقائي، سنطلع على الماشية طلعت تير ستون. تمام أصدقائي، هنا انتهى الفيديو. أتمنى استفادتوا وأتمنى تنسون تشتركون بقناتي.